تعلم زين في الفروع. يعني سلفتت مثال بتاع الاتزان ده كان عليه 13 درجة، والمسألة بتاعة الفريكشن كان عليها 15 درجة. دول بتوع ال دي المثال دي سلفتت. بص معايا قبل ما نشتغل هنفكرك بسرعة بالكلام اللي هناك. لو أنا عندي ريجيد بادي، اسمع بقى الصوت لو سمحت صوت. لو أنا عندي جسم ريجيد بادي جسم وعايز أوصل الجسم ده إلى وضع الاتزان أو حالة الاتزان، فتقول لي والله عشان الجسم يوصل لوضع الاتزان لازم يمنع من الحركة ويمنع من الدوران. يعني إيه؟ يعني مثلا السبورة دي أعتبرها جسم. لما أجي أزق كده السبورة دي بقوة، القوة دي ممكن تسبب حركة أو تسبب دوران. عشان أقول إن الجسم ده في حالة اتزان لازم حاجة أشرحلكوا بيه جدا، إن مجموع القوة المؤثرة على الجسم بتساوي صفر، ومجموع العزوم برضه بتساوي كام؟ صفر. يبقى الكلام ده يعني ان انا منعت الحركه ومنعت الدوران. ده الشرط الاساسي للاتزان في الفراغ بشكل عام، اتزان جسم بشكل عام. لو انا هشتغل اتزان الجسم ده في ال 2D مره، في ال 3D مره ثانيه، هتقول لي هبدا افك كل معادله من دول في الكارتيزيان فورم اللي هي اكس واي. فلو هشتغل اكس واي في ال 2D يبقى في ال 3D هشتغل اكس واي وزد. وبالتالي المعادله الاولى لو هتتفك يبقى سمشن اف اكس بزيرو، سمشن اف واي بزيرو، سمشن اف زد بزيرو. يبقى الكلام ده معناه انك منعت الحركه في الاكس، الواي، الزد، منعت الحركه نهائي. ثم المومنت معناه ان سمشن ام اكس بزيرو، سمشن ام واي بزيرو، والام زد بزيرو. يبقى الكلام ده يعني انك منعت الدوران حوالين الثلاث محاور، وبالتالي منعت الدوران بشكل عام. يبقى دي شروط اللي عندها اقول الجسم ده في حاله ايه؟ اتزان. امتى؟ في السفري دي. طب اذا كانت المساله في ال 2 دي ودي اللي هنتكلم عنها بكره اللي هو زي منطقه الضغط زي التراسس مثلا، يبقى في الحاله دي عشان امنع الحركه يبقى انا محتاج امنع الحركه في الاكس وايه والواي فقط لاني شغال في 2 دي. طب لما احب امنع الدوران انا محتاج امنع الدوران حوالين مين؟ الزد فقط. ودي ثلاث شروط بتوع الاتزان. ليه قلت زد؟ لان ببساطه شديده لو السبوره دي المستوى بتاعها اكس وواي، لو الخط ده بيمثل الاكس والراس ده بيمثل الواي، لما امسك السبوره دي والفها كده في المستوى بتاعها هتلف حوالين مين؟ حوالين محور عمودي عليها، وبالتالي بحاول امنع الدوران حوالين الزد. دي الشروط اللي عندها الجسم يتزن. طب عشان السبوره دي تتزن ثبتها في الحيطه، عشان الشباك ده يتزن ثبته في الحيطه، شبه عشان الباب ده يتزن ثبته في الحيطه. الادوات اللي انا بستخدمها عشان اثبت بيها الجسم قلنا بنسميها ايه قبل كده؟ السبورتس. يبقى ايه هي السبورتس؟ هي التولز او الادوات اللي بستخدمها عشان امنع بيها او اقيد بيها حركه الجسم. الادوات دي بستخدمها طبقا للغرض اللي انا عايزه. يعني مثلا مين السبورت؟ مين السبورت بتاع الشباك ده؟ السبورت بتاعت الشباك المجرى اللي فوق دي والمجرى اللي تحت دي السبورت بتاعته. المجرى دي تسمح الشباك ده انه يتحرك مش كده؟ لكن ما يلفش. الشباك ده لما تأثر عليه بقوه ايه يحصل له؟ يتحرك. لكن ينفع يلف؟ ما ينفعش. يبقى السبورت دي سمحت بالحركه لكنها منعت الايه؟ الدوران. الباب فصلت الباب دي تعتبر سبورت للباب، سمحت للباب ده بايه ومنعته من ايه؟ بالدوران، منعته من الحركه. يبقى كل سبورت ليها ايه؟ استخدام مختلف. فعندك في الصفحه الاولانيه مجموعه من الدعامات افكرك بيها اللي انا هستخدمها فين؟ في السي تي في الفراغ. دي التولز او الادوات اللي هستخدمها في الفراغ. ممكن حد منكم يجيب حد يظبط لنا التكييفات دي بسرعه بس؟ انا كنت هتفتح بعد كده.
عندي ادوات اقدر استخدمها امنع بيها الحركه وادوات ثانيه اقدر استخدمها امنع بيها الحركه والدوران. من ضمن الادوات اللي موجوده عند سعادتك السنه دي الصفحه رقم 2 الاهم والاشهر واللي هتلاقيها موجوده تقريبا في 90% من المساجد هي البول اند سوكت. اول دوران عند سعادتك بص على شكلها البول اند سوكت. لو سعادتك تتذكر معايا قلناها قبل كده دي زي دراع الاتاري القديم كده دايما باللفظ ده زي دراع الاتاري القديم ده. الدراع ده عباره عن روت حديد متثبت في نهايته كره والكره دي محبوسه جوه السوكت بالشكل ده. الدراع ده اللي متثبت بالكره دي جوه السوكت ده مسموح له بايه ممنوع من ايه؟ مسموح له بالليشن الدوران لكن ينفع يسيب مكانه ويتحرك. يبقى اذا دي بتسمح بايه وبتمنع ايه؟ يبقى الروت ده مسموح له بالدوران حوالين اكس حوالين واي حوالين زد لكن ينفع يتحرك من مكانه وبالتالي دي منعت الحركه منعت الحركه وبالتالي تدي ثلاث ردود افعال اكس واي زد. يبقى تديني ار اكس ار واي ار زد. يبقى الحاجه يا جماعه اللي همنعها الحاجه اللي همنعها ينتج عنها رد فعل منعت حركه يظهر رد فعل منعت دوران يظهر رد فعل. يبقى اولا البولنت سوكت بتدي فري رياكشنز بتدي ثلاث ردود افعال ار اكس ار واي ار زد ما بتديش مومنتس لانها بتسمح بالدوران. السبورت اللي بعدها على طول هي الجورنال بيرنج الجورنال بيرنج او سموث كولر او سموث رين. جورنال بيرنج قلت قبل كده زي قاعده التحميل دي عباره عن بيس حديد القاعده دي مثبته بمسمارين كده في الارض والقاعده دي فيها ثقب او فتحه والفتحه دي قاعدين فيها الرد اللي قدام حضرتك ده. اسمع بقى الكلام انا بدرس اتزان الرد ده الرده او الايه العصايه دي مسموح لها بتتحرك او مسموح لها تلف في اي اتجاه. تقول لي امسكهم واحده واحده انا معايا ست حاجات بدور عليهم الحركه في الاكس الواي زد الدوران في اكس واي زد. فتقول لي اولا الدراع ده لو شديته كده لو شديت الدراع ده كده في اتجاه الاكس يتحرك يبقى انت منعت الحركه في الاكس فيديني رد فعل في الاكس. طيب الدراع ده لو شديته كده في اتجاه الواي رفعت كده لفوق يطلع معاك يبقى انت كمان منعت الحركه في الواي فيديني رد فعل في الواي. يبقى رد الفعل يظهر امتى؟ لما امنع الحركه او الدوران. طب لو شديت الدراع ده في الزد يروح ويجي مش كده؟ يبقى منعت الحركه يبقى مفيش رد فعل وبالتالي بالنسبه للحركه منعت اكس واي. نيجي للدوران عايز الف الدراع ده حوالين اكس يعني همسك النقطه دي اسحبها لتحت كده والنقطه دي اسحبها لفوق كده عايز الف الدراع ده حوالين اكس هيلف يبقى انت كمان منعت الروتيشن او الاكس. مش بس كده ده انت لو حبيت تسحب الدراع ده لبره كده والنقطه دي تسحبها لورا كده عايز تلف الدراع ده تعصره كده حوالين الواي هيلف يبقى كمان منعت الايه الروتيشن او الواي. لكن لو مسكت الدراع ده ولفيته كده حوالين نفسه حوالين زد يلف ولا ما يلفش يلف يبقى انت منعت كمان الدوران حوالين اكس واي. يبقى في النهايه خالص الجورنال ثيري هتدي كام رد فعل؟ اربعه. ايه هما الاربعه؟ قوتين عزمين. هل هحفظهم كده على طول؟ لا مش كده على طول. اتفقنا مع بعض ان انا بروح ادور على المحور اللي ماشي جوه ايه؟ الشافت دي او الماسوره دي. مين المحور اللي ماشي فيها؟ زد ما عنديش رياكشن زد. يبقى اول ما تجيلي المساله فيها جورنال ثيري هدور على المحور اللي ماشي جوه الشافت اللي ايه اللي بيعدي في الجورنال ثيري. لو طلع الزد يبقى انا عندي اربع ردود افعال ما فيهمش مين؟ ما فيهمش زد. نفس الفكر نفس الطريقه نسموس كولر عباره عن اسطوانه الاسطوانه دي متثبته على اسطوانه اقل في الايه في القطر بالشكل ده وادي الدراع اللي خارج فيه خارج منها. طبعا الدراع ده ملحوظ فيها كده ملحوظين في بعض. لو اعتبرت المحاور برضو اكس واي زد الدراع ده بالاسطوانه الكبيره دي ملحوظين في بعض جسم واحد. الاسطوانه الكبيره دي اتحبست جوه الاسطوانه الاقل قدره. الطبيعي الدراع ده بالاسطوانه دي لو شديتهم في اتجاه الاكس يجي معاك؟ لا. لو شديت في الواي يجي معاك؟ لا. لكن لو سحبت في الزد يطلع وينزل وبالتالي تديني ار اكس وار واي. نفس الكلام بالنسبه للروتيشن. هل الاسطوانه دي ينفع تلف حوالين اكس؟ لا. حوالين واي؟ لا. لكن ممكن تلف حوالين مين؟ الزد. يبقى السموث كولر هي مين؟ الجورنال بيرنج بتدي كام رد فعل؟ اربعه قوتين وعزمين. اعرفهم ازاي؟ من المحور اللي ماشي جوه شفت. لو كان اكس يبقى عندي اربعه ما فيهمش اكس، واي ما عنديش واي وهكذا. الكاتيجوري الثانيه او التصنيف الثاني للدعامات يبقى انت تحفظهم بالطريقه دي. البولاند سوكت بتدي ثلاثه، الجورنال والسموث كولر بتدي اربعه، الكاتيجوري اللي بعد كده الستراس بيرنج او الايه الهيدج سبورت او البيت سبورت. الفراست بيرنج هي نفس الجورنال بيرنج، هي نفس القاعده دي بالظبط.
بس بعد ما عديت الدراع ده وده واضح في الرسمه قلنا قبل كده بعد ما عديت الدراع ده قمت قافل عليه هنا كده بصموره وقافل عليه هنا كده بصموره لو قفلت على الدراع ده يمين وشمال زي قلنا فكره القلم ده لما عديه هنا واقوم حاطط الغطا ده عليه قافل بالغطا كده لما اقفل بالغطا كده مش ده كان مسموح لي اروح بيه الغطا اللي انا حطيت بقى الصموره دي تمنع الايه لان حطيتها يمين وشمال وبالتالي الصمورتين دول لما اتضافوا ايه اللي ظهر جديد على ردود الافعال دي اللي ظهر ان الدراع ده كان بيروح ويجي في الزيت فلما حطيتهم ايه اللي حصل منعت الحركه في الزيت فايه اللي يزيد على دول ار زد طب بالنسبه للروتيشن هيلف ولا مش هيلف هيلف لان الدراع ده بالصمورتين اللي موجودين عليه هيلفوا الاثنين حوالين مين الزيت يبقى دي في النهايه بتدي كام ردود فعل خمسه ايه هما الخمسه ثلاثه فورس واثنين واثنين مارس واضحه نفس الفكره بتاعتها نفس فكرتها بالظبط الهنج سبورت اللي ماسكه الباب مفصلات الباب دي من غير ما نيجي نرسمها او نتكلم عليها فكر كده مفصلات الباب دي بتسمح بايه وبتمنع ايه تمنع كل حاجه الا الدوران حوالين محورها مش كده يعني الباب ده فقط مسموح له بايه حوالين زد يبقى بتدي كام رد فعل خمسه ايه هم الخمسه بقى يعني بتمنع الحركه والايه والدوران بتاع حاجه خمسه اكس وواي زد حركه وام اكس وام واي لكن فقط مسموح له بالدوران حوالين مين يبقى الهنج سبورت او البيت زيها زي الايه الثراست كيرنج بتدي خمسه يبقى هصنفهم كده واحفظهم كده البول اند سوكت بتدي ثلاثه الجورنال بيرنج والسموث كولر بتدي اربعه الثراست كيرنج والهنج بتدي كام؟ بتدي خمسه نفس البيرنج دي اخر حاجه عندك نفس البيرنج دي هعيدها مره ثانيه بس هشيل الصمولتين دول ركز بقى واخلي الدراع ده بدل ما هو الكروس سكشن بتاعه سيركل اخليه سكوير هيبقى القعده دي اهي اللي انت مثبتها في الارض اللي مثبتها في الارض دي كده هعمل فيها فتحة مربعة بالمنظر ده وأعدي فيها برضو رود مربع بالمنظر ده لما الرود ده يبقى شكله مربع كده يبقى الكروس سيكشن ده عبارة عن سكوير بالشكل ده الدراع ده مسموح له بيه ممنوع من ايه الدراع ده ما يتحركش في اكس ما يتحركش في واي لكن يتحرك فين في زد يبقى يديني ار اكس ها وار واي والزد مسموح له بالايه بالحركة طب نيجي للدوران هل الدراع ده يلف حوالين اكس لا يبقى فيه ام اكس هل الدراع ده يلف حوالين واي لا يبقى يديني كمان طب هل الدراع ده يلف حوالين نفسه؟ لان اصبح الكروس سكشن ايه؟ مربع وبالتالي كمان منعت الدوران حوالين ايه؟ الزد يبقى لو كان سكوير رد لو الرد ده كان مربع يبقى في كام رد فعل بقى؟ خمسه بس ايه الخمسه بقى المره دي؟ قوتين وكام عزم؟ ثلاثه لكن هنا كانوا خمسه كانوا ايه؟ ثلاث قوى وعزمين اخيرا اللي مش مكتوب عندك اخيرا الفيكس سبورت فيكس يعني ايه؟ يعني ثابت لو انا عامل سبورت فيكس الارض كده زي المنشر بتاع الغسيل اللي عندك في البلكونه اسمع المنشر بتاع الغسيل ده مش مثبت في الحيطه المنشر ده مسموح له بحركه مسموح له بدوران يبقى ده فيكسد يبقى يدي كام رد فعل سته رياكشن يدي ثلاثه فورس وثلاثه مومنت يبقى الحاجه اللي همنعها ده ان ينتج عنها رد فعل اي سبورت هتظهر في اي مساله انا ما قلتهاش هعتبرها زي ما خدناها في التوتين اي سبورت هتظهر بعد كده في المسائل غير دول هاخدها زي ما هناخدها بعد كده في التوتين او زي ساعتك ما ايه معرفه في التوتين اهم ملحوظه في الجزء ده في الشابتر ده اهم حاجه في الشابتر ده المعلومه اللي بتقول لو زاد عدد المجاهيل عن 6 فاكرين النوت دي افكرت فالهيت ده لو زاد عدد المجاهيل بتاعتي المساله عن 6 بعمل ايه بكنسل المومنت رياكشن ات ايتش سبورت عند كل دعامه لو زاد عدد المجاهيل في المساله بتاعتي عن 6 بلغي رد فعل العزوم عند كل دعامه زي مين مثلا من المسائل اللي عندك عشان تفتكر زي لو جينا لاخر ورقه خالص صفحه 24 ظهر المنظمة اخر حاجه خالص جينا مثلا للمسألة رقم 7 للمسألة رقم 7 87 بص كده معايا وركز هقول ايه مسألة رقم 7 ورقم 8 خلي بالك من 7 دي خليك معايا لو قريت المسألة اخر صفحة صفحة 24 اخر صفحة ظهر المثال بيقول لي ساعتك احسب لي المركبات بتاعت الرياكشن عند البول اند سوكت ايه فلو بصيت على الرسمة اللي على اليمين عند الاي دي بول اند سوكت بتدي كام رد فعل؟ 3 يبقى في 3 رياكشن اسمع بقى اللي جاي ان سمول جورنال بيرنج ات بي وجورنال بيرنج عند البي شايفينها البيرنج اللي عند البي دي هتدي كام رد فعل اربعه طب ايه هم الاربعه بص في المنظمه عندك ايه هم الاربعه تقول لي هو مين المحور اللي ماشي في الشفط الواي يبقى تديني ايه هم الاربعه ار اكس ار زد وام اكس وام زد يبقى الاي عندها 3 البي عندها 4 كمل كده المساله ان ذا رولر سبورت ات سي واحسب لي كمان رد الفعل اللي عند الرولر سي فاكرين الرولر سبورت بتدي رد فعل واحد رولر سبورت رد فعل واحد عمودي يبقى السي عندها رد فعل البي عندها 4 الاي عندها 3 اجمعهم كده اجمعهم كده 3 و4 7 والسي عندها 1 بكام 8 مجاهيل بتعرف تجيب 8 مجاهيل بست معادلات
يبقى لو زاد عدد المليين عن 6 بعمل ايه؟ بلغي رد فعل العزم. عندي مين هنا بقى؟ عند البي. فلما ارجع عيد واخد ردود الافعال هقول لك ان الاي عندها 3، البي عندها 2، السي عندها 1. عرفت ليه البي عندها 2؟ لان هلغي رد فعل الايه؟ العزم. نفس الكلام ينطبق عند المساله 8. بطل الكلام وسيبوا لي هنا في حاجه. المساله رقم 8 نفس الكلام. الرد اللي قدام حضرتك ده مش ثابت عند الاي والبي. الثراست بيرنج ايه وجورنال بيرنج عند ايه؟ عند البي. الاولانيه بتدي 5 والثانيه بتدي 4. 5 و4 يعني كام رد فعل؟ 9. بتعرف تجيب؟ يبقى هعمل ايه؟ هلغي المومنت رياكشن عند كل واحد. يبقى الاولى هتدي 3 والثانيه هتدي 2. ليه ساعتك؟ لان الاولى لغيت العزمين بتوعها والثانيه برضو لغيت العزمين بتوعها. وصلت الكلام؟ وصلت الفكره؟ تعال نطبق عشان من ايه؟ ما ننامش ناس نامت. هنبدا بالمثال بتاع السنه اللي فاتت عشان بس نعرض الفكره بتاعته قدام. مديني يونيفورم بليت منتظم، يعني كثافته ثابته، يعني وزنه في المنتصف. في النص، يبقى في نص البليت بالظبط، لان في ناس كتير نسيتها وقعدنا ناكل على الكحول. في نص البليت كده بالظبط هيبقى في وزن الجسم 980 نيوتن. اوعى تنساه. جت منين 980؟ ضربت ال 100 كيلو جرام في 9.8. وليه بيأثر في المنتصف؟ لان الجسم ده ماله منتظم. جميل. قال لي اند از ايه سبجكتد تو، اثرت عليه بفورس اند ايه اند كابل، بقوه عزم على الاطراف. لو بصيت على المساله هتلاقي الطرف البليت اللي اثر عليه بقوه قيمتها 300 نيوتن، والطرف الثاني اثرت عليه بمومنت قيمته 200 نيوتن متر. العزم بالمناسبه اداني اتجاه، بص كده اداني اتجاه الدوران بتاعه بالسهم بتاع الروتيشن. بص كده بالسهم بتاع الروتيشن اهو، واتجاه التكسير. فواحد منهم يكفي بالمناسبه، يا السهم يا الايه، يا السهم بتاع الدوران يا السهم بتاع الاتجاه. مين يقول لي السهم اللي قدام ساعتك ده بيقول ان الدوران مع ولا عكس عقارب الساعه؟ مع. يبقى ال 200 دي موجبه ولا سالبه؟ سالب. دي حاجه. او السهم ده مع الواي ولا عكسه؟ يبقى بالسالب. يبقى سواء السهم ده او ده الاثنين يودوني نفس الاتجاه، ان العزم اشاره سالبه. طيب غير القوه دي والعزم ده والوزن، في ردود افعال بتاثر على البليت. تعال بقى نشوف كده ايه هي. قال لي سعادتك احسب لي ردود الافعال اذا كان الجسم ده سبورتد باي، سبورتد ان ذا هورزونتال بلين، متثبت في المستوى الافقي باي بايه بقى؟ برولر عند الايه؟ النقطة ايه؟ عندها رولر سبورت. الرولر سبورت بتدي كام رد فعل؟ واحد. عمودي على مستواه. مين مستوى التثبيت هنا؟ مين اللي يقول لي البليت ده واقع في اي مستوى؟ اكس واي. يبقى رد الفعل فين؟ في زد. يبقى جاي فرض ان في رد فعل هنا كده اسميه ايه؟ زد. وحول على طول رد الفعل ده الى متجه، فتقول لي اولا رد الفعل عند الايه لما احب احوله متجه يبقى زيرو وايه زد. طيب نكمل قرايه المساله. اند سوكت التالت ان بول اند سوكت عند البي، نقطه البي دي عندها بول اند سوكت. رجعت تاني اللي هنا بيدي كام رد فعل؟ 3. يبقى البول اند سوكت بتدي 3 رياكشنز. يبقى انا عندي رد فعل هنا اسميه بي واي، رد فعل هنا اسميه بي اكس، ورد فعل في الزد هسميه بي زد. وخلي بالك النقطه دي اكد عليها تاني. اسمع، دايما ردود الافعال اللي انت بتفترضها بتفترضها في الاتجاهات الموجبه للمحاور. يعني ايه اكس فرضته مع اتجاه الاكس، الاي واي او البي واي مع اتجاه الواي، والبي زد مع موجب الزد. ليه؟ لان انا كمان شويه اقول لك عايز احولها متجه، فلما اجي احولها متجه هكتب بي اكس بالموجب يعني فين اتجاهها؟ مع موجب الاكس، وبي واي وبي زد. يبقى دايما بتفترض ردود الافعال في الاتجاهات الموجبه للمحاور زي ما انت حاططها على الرسم. خدها جوه البراكتس. ده اللي ايه؟ رد الفعل رقم 2. كمان قال لك ان البليت ده مشدود من السي للدي بحبل، فالطبيعي الحبل هيتولد جواه قوه ايه؟ شد. الشد خارج من الجسم ولا داخل عليه؟ خارج. يبقى في قوه شد خارجه من الجسم كده اهي، هسميها تي سي. والتنشن ده بيوازي محور زد، فلو هحوله متجه يبقى التنشن في سي هو زيرو وزيرو وتي سي، دي اشاره مهمه. حولت ردود الافعال متجهات. قبل كده عندي قوه وعزم، حولهم متجهات. فالقوه 300 لو هتحولها فيكتور هتبقى زيرو سالب 300.
والمومنت لو هتحول متجه هيبقى زيرو سالب 200 زيرو. وعارفين ليه سالب قلناها من شويه وليه حطيناها في الواي؟ لان الدوران حوالين محور مين؟ الواي. حولت المساله كلها متجهات. قبل ما ابدا احل اعد المجاهيل اللي عندي كم مجهول بتدور عليه؟ واحد. بدور على رد فعل عند الاي، 3 عند البي يبقى 4، وواحد في الشد اهو يبقى كام؟ 5. 5 مجاهيل. تعرف تحل؟ اه، لان معايا 6 معادلات اتزان. وابدا اطبق شروط الاتزان. امتى اقول يا جماعه البليت ده في حاله اتزان؟ لو حقق 6 شروط اف اكس اف واي اف زد ام اكس ام واي ام زد. فاروح اطبق الشروط والوزن. والوزن نسيناه طبعا زي كالعاده، الوزن هيبقى كيلو 0 وسالب 900. تمام. بعد ما حطيت كل القوى المؤثره على الجسم هطبق الشروط. الشرط الاولاني سيجما اف اكس ب 0. هتقول لي هعدي على كل براكت، اسمع، هعدي على كل براكت من دول واخد الاكس بتاعته. طيب معايا 0، اسمع، بي اكس 0 0 0. طبعا ماليش دعوه دي لان دي عزم وانا بجمع ايه هنا ساعتك فورس. فيبقى عندي ساعتك البي اكس ب 0، جمع سيجما فورس في اتجاه واي ب 0، جمع الفورس بتاع الواي يبقى 0 تي واي 0 0 0 يبقى يطلع منها بي واي بتساوي 0. ثم سيجما اف زد ب 0 هعدي واخد الزد من كل براكت يبقى مع ساعتك ايه زد اسمع بي زد تي سي سالب 300 مش كده؟ و980. ماليش اي علاقه بده، ده ماليش علاقه بيه. امال ده امتى ارجع له؟ وانا بجيب السميشن بتاع الزد. وبالتالي هيبقى مع ساعتك ايه زد زائد بي زد سالب 300 زائد التي سي ناقص 980 بتساوي 0. طبعا الاشارات اللي بالسالب دي ممكن تعديها بعكس الايه؟ الاشاره. اداني ثلاث معادلات، الاثنين دول بصفر ودي معادله في اكتر من مجهول، فسيبها واروح للي بعده. ايه هو اللي بعده بقى؟ ان ام اكس ام واي ام زد ب 0. ركز في الاول. فغالبا بجيب الثلاث معادلات دول بناء احسب المومنت حوالين الاو، حوالين نقطه الاصل. وعشان احسب المومنت حوالين نقطه الاصل اللي الخارج منها ثلاث محاور، ممكن احسبه بطريقتين مختلفتين. اما ان انا اجيب المومنت اباوت الاو عن طريق الار كروس الاف، فاكرين الشابتر الاولاني خالص؟ يعني اشتغل محددات، او اجيب المومنت اباوت الاو عن طريق ام اكس وام واي وام زد. يبقى انا ممكن اجيب المومنت بطريقه من ايه؟ من الاثنين، يعني عزوم حوالين الثلاث محاور، يا اما اجيبها عن طريق المحددات بار كروس الاف. امتى اشتغل بدي؟ وامتى اشتغل بدي؟ اولا الار كروس الاف تحل اي مساله، اي مساله اقدر احلها بتقليد القانون ده. لكن دي غالبا بروح لها امتى؟ لما تكون كل القوى اللي عندي في المساله بتوازي المحاور. وده موجود، كل القوى اللي عندي بتوازي المحاور. فاقدر اجيب المومنت في المساله دي باستخدام مين؟ الام اكس ام واي ام زد بشكل مباشر. تعالى بقى نرجع نقول القواعد بتاعتنا. عايز اجيب سمشن المومنت حوالين الاكس بتساوي 0. امتى القوه تعمل عزم حوالين الاكس وامتى ما تعملش؟ في ثلاث حالات: توازي، انطباق، تقاطع. لو القوه بتوازي او بتنطبق او بتقطع المحور مالهاش عزم، مالهاش عزم. وبالتالي لو هرجع للاكس اكسس، اي محور الاكس، اي قوه بتوازيه بتقطعه بتنطبق عليه مالهاش مومنت. زي مين؟ اي زد، ايه علاقتها بالاكس؟ بتقطع. طب وال 300 بتقطع. طب والبي اكس بتوازي. طب والبي واي بتقطع. يبقى العزم يجي من بي زد. طب هي البي زد بينها وبين الاكس كام مسافه؟ 2. يبقى هضرب البي زد في 2. طب الدوران، البي زد لما تطلع وتروح لاكس بتلف ازاي؟ عكس عقارب السهم. اهو ايدك اليمين اهو، ايد سعادتك اليمين اهو، صوابع ايدك اليمين في اتجاه السهم بتاع القوه، والف واروح لاكس، الف كده. الابهام ده مع الاكس ولا عكسه؟ معاه، تبقى الاشاره موجبه. لو عكسه تبقى الاشاره سالبه. وبالتالي هيطلع بي زد، بي زد في كام؟ في 2 في 2، والدوران موجب. ايه تاني يعمل عزم غير الكلام ده؟ بص كده نرجع بقى، هل الوزن ده يعمل عزم حوالين اكس؟ اه. طيب كام المسافه بينهم؟ كام المسافه بينهم دي؟ 1. طيب بنفس القاعده، صوابع ايدي اليمين اهي في اتجاه السهم بتاع الوزن، هنزل اهو مع الوزن مش كده؟ والف واروح للاكس، الابهام ده مع الاكس ولا عكسه؟ عكسه، تبقى الاشاره سالبه. او سيبك من موضوع الايه الابهام دي، الدوران هي دي لما هتلف مش هتلف كده؟ الدوران ده مع ولا عكس؟ يبقى سالب 980 في 1. طيب خلصت من المجموعه دي كلها، نيجي لمين؟ للشد بتاع السي. هل الشد بتاع السي بيوازي او ينطبق او يقطع الاكس؟ لا. طيب بينه وبين الاكس كام مسافه؟ كام المسافه؟ 2. يبقى هضرب التنشن في 2. طب الشد ده لما الف واروح للاكس الدوران بتاعه موجب ولا سالب؟ موجب، او عكس عقارب السهم. طيب زائد تي سي في كام؟ في 2. في حاجه ثانيه تعمل عزم؟ بص كده، في حاجه ثانيه تعمل عزم؟ اه. تقول لي العزم ده امتى ادخله في الحسابات؟ بجمع الواي او وانا بجمع ام اكس هنا، بص كده وانا بجمع ام اكس، هل البراكت بتاع العزم في حاجه في الاكس؟ زي
المعادلة دي بصوها كده، المعادلة دي علاقة بين الشد والبيزل، فاضطر اسيبها واروح للي بعده. سيجما المومنت حوالين واي بزيرو. تعالى نعيد نفس القصة حوالين محور واي. توازن، انضباط، تقاطع، مفيش عزم. عينك على الواي، اسمع معايا. أي قوة بتوازي تنضبط بتقطع، بالشد بيقطع. البي واي بيوازي. البي اكس بيقطع. يبقى العزم يجي من بي زد. كام البي زد بتبعد عن الواي؟ ثلاثة. طب والدوران؟ بص كده، صباع رجلي اليمين اهو في اتجاه السهم والف واروح للواي. الابهام ده مع الواي ولا عكسه؟ عكسه قوي. القوه دي لما تلف وتروح للواي هتلف ازاي؟ مع عقارب السهم، يبقى سالب البي زد سالب بي زد في ثلاثه. ثم خلصت من الضوء خلاص؟ خلصت من الشد خلاص؟ الوزن، الوزن بينه وبين الواي كام مسافه؟ واحد ونص. طب والدوران؟ موجب؟ لانه عكس عقارب السهم، يبقى زائد 980 واحد ونص. اخيرا ازت يعمل عزم. كامل ازت بيبعد عن الواي ثلاثة. طيب بيلف ازاي عشان يروح للواي؟ مع عقارب الساعة، يبقى سالب الازت في ثلاثة. دي المعادلة رقم خمسة. اسمع معايا، معادلة فيها بي زت ازت. اسمع كده، اخيرا اروح اجيب المومنت حوالين زت بزيرو. وفي المومنت اللي احنا نسيناه اللي هو سالب 200. ماشي، ما انا قلتها خلاص. يعني المعلوم شكرا. يعني بتعرف انت في الامتحان، انت في الامتحان خلاص. هم يعني طالما انت ايه وقت كده ما تجيش بقى في الامتحان تنساها. اخيرا ام زد هنساها خلاص بقى. اسمع، اخيرا هجيب المعرض حوالين زد. مش ده اللي انا عايزه، دي جت سافرت خلاص. انا بقول لك فكره، لا مش ده اللي انا عايزه، مش هضيع وقت. انا بتكلم على فكره المساله، مش بتكلم على مساله كده. عايز اجيب الاسود حوالين زد. فبص لاقي، اسمع معايا، فبص لاقي ايه زد بيوازي بي زد بتوازي، التنشن بيوازي، اسمع الوزن والتلتمين، كل دول بيوازوا زد. فالعزم هيجي من بي واي والبي اكس. اولا البي اكس ده بينه وبين محور الزد المسافه كام؟ اتنين. برضه افكرك عشان قلتها قبل كده وناس ما اعرفش فاكرها ولا لا، انا دايما بقول، دايما بقول القوه والمسافه والعزم دايما الثلاثه متعاملين على بعض. قلتها قبل كده كذا مره. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اجيب العزم حوالين زد لقوه، سوري، القوة في اتجاه مين؟ الاكس. يبقى المسافة لازم تكون فين؟ في الواي. يبقى لازم القوة والمسافة والعزوم متعامدين على بعض. يبقى هضرب البي اكس في 2 بيساوي 0. طب ما هي البي اكس اصلا بكام؟ بزيرو، يبقى مالهاش وجود. اسمع اللي بعده، بي واي تعمل عزوم حوالين زد؟ ايوه. كام البي واي بتبعد عن الزد؟ كام مسافة؟ 3. يبقى البي واي في 3 والدوران عكس مع عقارب الساعة، ولا عكس؟ الدوران مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة. هيبقى عندي ساعتك بي واي في 3 بيساوي 0، والبي واي اصلا بكام؟ فبص الاقي المعادله الاخيره دي طلعت اوريدي بكام؟ مفيش اي حاجه معاها، لان البي اكس والبي واي بكام؟ فبص الاقي المعادله الاخيره طلعت بصفر من غير ما تديني شكل معادله. ليه؟ لان انا بدور على خمس مناهيل وبالتالي محتاج فقط خمس ايه؟ معادلات. فغالبا بتلاقي المعادله الاخيره دي اوريدي مالها؟ 0. طيب معاك خمس معادلات بتدور منهم فعليا بتدور على ثلاث مناهيل. هحل ازاي؟ بص كده، هطلع من هنا اي زد بدلاله البي زد، وهطلع من هنا التنشن بدلاله البي زد، واخدهم اعوض بيهم. فتبقى لي بعد ما اعوض يبقى لي معادله ما فيهاش غير مجهول واحد اللي هو مين؟ بي زد. بالتعويض بطلع قيمه البي زد ومنها الشد والبي زد. نفس الكلام ده ينطبق بقى على كل المسائل من هذا النوع. يعني ممكن يبقى البليت ده بدل ما يبقى مستطيل كده يبقى ايه؟ يبقى دايره، يبقى نص دايره، يبقى ربع دايره. زي المثال مثلا صفحه 23 بيساوي رقم 3. نفس فكره المساله، بس البليت اللي انا بشتغل عليه ده بدل ما كان مستطيل اصبح ربع دايره. تعرف تحل ربع دايره؟ حليناها دي مع بعض. طيب تعال نشوف غيرها، هنحل غيرها ايه بقى؟ روح حل حاجه مهمه بقى، ما اعرفش انا دخلت حاجه على ايه، ما كنتش تمام. نعم، صفحه 8 Yeah.
الشد اللي رايح للسي برضه هتضرب في الاي كاب بتاعته من الاي للسي هتحرك ازاي
تقول لي هرجع سالب 6 واطلع موجب 3 وارجع امشي المره دي عكس الايه؟ عكس الاكس سالب 2 هي نفس القيم مع تغيير الاشاره بتاعت الاكس، يبقى هضرب التنشن اوف سي هيبقى سالب 2 سالب 6 موجب 3 واقسم على نفس الماجنيتيود. اخيرا غير الشدين وردود الافعال اللي عند الاو عند سعادتك في وزن الزهريه دي اللي هو 750 نيوتن، اسمع بقى اللي بيأثر عكس الزد فيبقى 0 0 وسالب 750. حولت المساله واتجهت. الفرق بين المساله دي واللي فاتت ان اللي فاتت القوه كلها بتوازي المحاور، لكن هنا مش بتوازي المحاور. هل المثال اللي فات ضربت في الايكاب؟ ما ضربتش، وبالتالي ما كانش ايه؟ ما كانش في حاجه خارج المحاور كلها كانت بتوازي، لكن هنا عندي ضربت دول في الايكاب. طيب هبدا اطبق الست شروط. اولا القوه سيجما اف اكس بتساوي صفر، خليك معايا. يبقى معاك اسمع الاو الاو اكس معاك 2 على 7 تي بي سالب 2 على 7 تي سي بتساوي صفر. جت منين المعادله دي لو سمحتوا؟ جت منين المعادله دي؟ اخذت الاكس من كل براكت. اللي بعده طبعا ما فيهاش حاجه اقدر اطلعها فهسيبها ورا اللي بعده. سيجما اف واي بزيرو، مين مع سعادتك في اتجاه واي؟ عندي الاو واي سالب 6 على 7 تي بي سالب 6 على 7 تي سي مش كده؟ وهنا زيرو. اللي بعده سيجما اف زد بصفر، يبقى مع سعادتك الاو زد زائد 3 على 7 تي بي زائد 3 على 7 تي سي بتساوي 750. بتساوي لان الاشاره السالبه دي وديتها بعكس الايه؟ دول الثلاث معادلات اللي ايه؟ الحركه ما فيهمش حاجه اقدر اطلع منها نيماتيك، فاضطر اسيبها واروح للايه؟ اتفقنا المومنت تيجي باي طريقه، يا الار بروس الاف يا اما اكس ام واي ام زد توازي وانطباق وتقاطع زي اللي فات. هل القوه هنا اسمع بقى الاول لو سمحت، هل القوه اللي هنا دي بتوازي المحاور؟ فيبقى من الافضل ان انا احسب المومنت حوالين الاو عن طريق مين؟ ار كروس الاف. طيب لو انا هحسب العزم عند النقطه او، مين يعمل عزم عند النقطه مش عند الايه؟ المحور. مين يعمل عزم عند الاو مين ما يعملش؟ كل القوه تعمل عزم الا القوه اللي بتمر في الاو. وبالتالي مين من المجموعه دي مش هي القوه اللي عندي في المساله؟ مين من المجموعه دي بتمر في الاو؟ الار او مش كده؟ وبالتالي مين يعمل عزم؟ الشدين والوزن. لكن الار او دي تعمل عزم؟ يبقى العزم هيجي بالشدين والوزن. وبالتالي هنا عندي المومنت عباره عن ار 1 كروس تي بي زائد الار 2 كروس تي سي زائد الار 3 كروس الوزن بالشكل ده، واعمل ثلاث محددات. اكمل الحل للاخر وارجع اقول لك ممكن تختصره ازاي. لو هعمل ثلاث محددات يبقى تقول لي اي جي كي، وتعلم الاثنين لو سمحت، ازاي تحل ده وازاي تحل ده. نفس الكلام اي جي كي واللي بعده نفس الكلام. قول لي بقى سعادتك وافتكر معايا مين هو الار 1 وار 2 وار 3؟ دي بوزيشن فاكتورز، دي متجهات موضع بتخرج من نقطه حساب العزم وتروح لايه؟ لاي نقطه على الفورس. اسمع معايا، يبقى ار 1 ار 2 ار 3 كلهم خارجين من عند الاو. ار 1 خارج ورايح للتي بي، ار 2 خارج من الاو رايح للتي سي، ار 3 رايح للوزن. نمسك اولا الشد تي بي، يبقى انا عايز اجيب ار 1 اخرج من الاو واروح لاي نقطه على الشد ده. وممكن اخرج من الاو اروح للاي او من الاو اروح للبي. افضل لي انا من عدسنا امشي من الاو للاي ولا من الاو للبي؟ من الاو للاي. يبقى همشي 6 في الواي، يبقى 0 6 0 مش مش حل. ار 2 اخرج من الاو واروح للشد بتاع السي. قول لي من الاو عايز اروح لاي نقطه على لاين اوف اكشن على خط عمل القوه، يبقى هخرج من الاو اروح للاي برده او للسي. طبعا الافضل يبقى نفس الار، يبقى همشي 0 6 0. اخيرا ار 3 من الاو وعايز اروح للوزن، طب هو الوزن برده خارج من عند، يبقى ار 1 وار 2 وار 3 بالصدفه طلعوا هما ايه؟ ار واحده، لان كل القوى اللي عندي خارجه من نفس الايه؟ من نفس النقطه، يبقى 0 6 0. ده ار كروس التي بي، يبقى جايب التي بي هاخد تي بي على 7 بره ويبقى لسعادتك جوه 2 سالب 6 موجب 3. يبقى اخدت التي بي على السبعه دي كمان فاكتور بره، قلت ايه؟ مشترك، عامل مشترك. والباقي ده دخلته جوه المحدد. اللي بعده التنشن اوف سي، تاخد برضه الشد بتاع السي على 7 بره ويبقى لك جوه سالب 2 سالب 6 موجب 3. اخيرا الوزن هيبقى 0 0 سالب 750. دول الثلاث محددات. عايز اطلع من الثلاث محددات دول سميشن ام اكس. يبقى انا ليه مشيت في السكه دي وما عملتش ده؟ ما عملتش اللي عملته في المساله اللي فاتت هنا، لان القوه مش بتوازي المحور، لازم تعرف دي وتعرف دي. تعالى نجيب ام اكس، هجيب ام اكس ازاي؟ هاخد الاي مع الاي مع الاي. افتكر معايا كنت بفكر المحددات ازاي؟ هقف عند الاي والغي صف وعمود واشتغل من الشمال لليمين، لان في ناس ما زالت بتفك المحددات غلط. هضرب 6 في 3
ناقص 6 ب 0 فتبقى دي كام؟ 18 18 على 7 تي دي. نروح للي بعده، الغي صف عمود الاي 18 ناقص 0 فيبقى زائد 18 على 7 تي سي. هلغي صف عمود الاي كمان فيبقى 6 في 750 بالايه؟ بالسالب و0، يعني سالب 6 في 750 بيساوي 0. في مجهولين سيبها وروح للي بعده، ام واي ب0. مين الواي المره دي؟ الجي من كل محدد. خلي بالي ان قبل الجي في اشاره اصلا ايه؟ سالبه. قبل اي حاجه اخرج السالب بتاع الجي بره خالص والغي صف عمود الجي. بص كده، 0 0 صف عمود الجي 0 0 صف عمود الجي 0 0. يبقى العزوم حوالين جي اصلا او حوالين واي بكام؟ حد يعرف ليه؟ لان ببساطه شديده كل القول في المساله دي بتقطع محور الواي، والعزم حوالين محور ايه بتكون بصفر؟ توازي انطباق تقاطع. بص كده، الحبلين دول مش بيقطعوا واي، الوزن ده مش بيقطع الواي، الثلاثه رياكشنز اللي هنا مش بيقطعوا الواي، يبقى واي واحده من دول تعمل ايه؟ يبقى انا متوقع من قبل ما احل ان العزم حوالين واي بكام؟ بزيرو. وليه المعادله دي طلعت ملهاش استخدام؟ لاني بدور على خمس مجاهيل، يبقى انا محتاج كام؟ خمس معادلات. اخيرا سيجما المومنت حوالين زد بزيرو، اجمع الكي بقى من كل محدد، ده في ده بصفر ناقص، يبقى سالب 12 على 7 تي دي. صف عمود الكي 0 ناقص ناقص، يبقى زائد 12 على 7 تي سي. بص كده، صف عمود الكي 0 0، المعادله الاخيره دي بصفر، هودي دي بعكس الاشاره، اسمع الفراكشن ده يروح مع ده، فيطلع ان الشدين دول مالهم؟ متساويين. لو الشدين دول بيساووا بعض مش هقدر اعوض عن واحد بالتاني، فاقدر اطلع قيمه الشد. بعد ما طلعت التنشن فورس اقدر اطلع، بعد ما طلعت التنشن اقدر اطلع الاو اكس والاو واي والاوزا. في حته بس تفصيله صغيره مش عارف انا عاملها عامه ولا اسمع، ان انا بدل ما اجيب العزم، بدل ما اجيب العزم بتاع الوزن عن طريق محدد، اسمع بقى، ممكن اجيبه بشكل مباشر. ليه؟ لان قلت لساعتك قبل كده الوزن ده، اسمع لو سمحت، في ناس اول ما اسمع الكلام اسمع، مش الوزن ده بيوازي الزد وبيقطع الواي؟ الوزن ده مش بيوازي محور الزد، توازي انطباق تقاطع، بيوازي زد وبيقطع الواي، يبقى عزم الواي والزد بتاعه كام؟ بزيرو. يبقى الوزن ما يعملش عزم غير فين؟ فاكس. طب مين يقول لي الوزن ده بيبعد عن الاكس مسافه كام؟ 6. يبقى هضرب 750 في 6. طب والدوران مع ولا عكس عقارب الساعه؟ مع. فتلاقي 750 في 6 باشاره ايه؟ سالبه، وفي اتجاه محور مين؟ الاكس. والواي والزد بكام؟ بزيرو. تعال نشوف كده، نرجع للمسألة اللي قبل صفحة 6. طيب بس الاول كده بتسعى مش هو الوقت اللي قاعد على سامع انا برضه الجلسه مين؟ هات يلا بس انا بصحى لو ما جبتش اخش الكارت كده، لو عدتني لازم تبقى راجل وادي في البيت. اكيد
دول القوتين. ايه بقى غير القوتين بيأثر؟ تقول لي في ردود افعال عند الايه وفي حبلين. نبدا بالجورنال بيري، دي بتدي كام رد فعل؟ 4 قوتين وعزمين. مين المحور اللي ماشي جوه الشفط دي؟ واي. يبقى انا عندي 4 ردود افعال ما فيهمش واي، وبالتالي هو كاتب كده في ردود افعال عند الايه عباره عن ax 0 و az. حد عارف ليه حطيت هنا 0؟ لان دي مسموح لها بالحركه في الواي. كمان في مومنت عند الايه هيبقى عباره عن m ax 0 و m az. يبقى ليه ادتني 4 ردود افعال قوتين وعزمين؟ ليه مفيش في الواي؟ لان المحور اللي ماشي جوه الشفط هنا هو الواي. ثم ايه بقى تاني غير ردين الفعل دول؟ تقول لي حبلين. الحبل الاولاني خارج من الدي للسي اهو كده، يبقى ده تي سي، وحبل تاني من الايه من البي للدي، يبقى ده تي دي. قول لي هل الحبلين دول بيوازوا حد من المحاور؟ حولهم متجهات، فهمسك الحبل الاولاني التنشن اوف سي، الحبل بتاع السي ها هيضرب في الاي كاب بتاعته، من فين لفين بيأثر؟ من البي للسي، من على الرسمه عندك اللي عندك اوضح. قول انت من عند ايه؟ من عند سعادتك، من على الرسمه. من البي للسي همشي ازاي؟ من البي للسي همشي ازاي؟ تقول لي هطلع 4، معلش خليك معانا. هقول لي هطلع 4، هطلع 4 اهو، هطلع من البي، هطلع راسي كده كام؟ 4 موازي المحور مين؟ زد، يبقى في الزد هطلع 4 وارجع امشي على الخط ده كده اهو كده عكس محور مين ده؟ الواي. موجب ولا سالب؟ سالب 3 في الواي، يبقى انا في الزد وسالب 3 في الواي وزيرو على الاكس. ليه زيرو في الاكس؟ لان اوريدي وصلت للنقطه اللي انا عايزها، فمش محتاج اكمل حركه. اسمع بقى على الماجنيتيود بتاع الكلام ده يطلع كام؟ يطلع 5. طب هو بنفس الطريقه التنشن اللي رايح للدي، التنشن دي هيضرب في الاي كاب بي دي، يبقى الشد هيضرب في الاي كاب. اسمع من البي للدي هتحرك ازاي؟ تقول لي هطلع راسي 4 في الزد، هطلع 4 في اتجاه الزد، والمره دي وصلت هنا اهو هتحرك كده واروح للزد في اتجاه مين؟ موجب الواي كام؟ 3. وصلت؟ يبقى الاكس 0 على الماجنيتيود بتاع الكلام ده يطلع كام؟ 5. دي كل المسألة. اسمع اللي جاي وشوف الفرق بين دي وبين اللي جاية اللي وراها، والفرق بينها وبين اللي قبلها. وانت بتذاكر فكر ايه الفرق بين المسألة دي واللي قبلها واللي قبلها. حولت كل المسألة متجهات، عد كده كم مجهول؟ كم مجهول بتدور عليه؟ 2 4 5 6، 6 مجاهيل. زادوا عن 6 يبقى كنسل اللزوم؟ لا. يبقى العزم ده ما يتكنسلش. امال امتى العزم ده يتكنسل؟ لو زادوا عن 6. يعني مثلا لو حطيت لي رولر سبورت هنا عند البيت او بول اند سوكت عند البيت، لكن طالما 6 مجاهيل بقدر اتعامل معاهم، وبالتالي هطبق شروط الاتزان. اسمع اللي جاي، سيجما اف اكس ب 0، سيجما اف اكس بتساوي 0، انا بجمع القوه بتاعت الاكس، يبقى هل العزم ده معايا في الحسابات؟ ده ملوش علاقه خالص بحساباتي دلوقتي. مين معاك في اتجاه الاكس؟ 0 0 اي اكس ها 0 0، فيطلع منها مين؟ اي اكس. اللي بعده سيجما اف واي ب 0، جمع الواي 0 350 350 0 سالب 3 على 5 تي سي زائد 3 على 5 تي دي. دي المعادله رقم 2. ثم سيجما اف زد ب 0 مع سعادتك سالب 800 سالب 800 اي زد زائد الاي زد زائد 4 على 5 تي سي زائد 4 على 5 تي دي بتساوي 0. انا بجمع الكي من كل براكت، ولسه العزوم دي ما لهاش علاقه خالص بالحسابات بتاعتي. امتى دي تبتدي تخش في الحسابات؟ في المعادلات بتاع المومنت زي المساله اللي فاتت، بس اللي فاتت كان ابلايد مومنت، عايز مومنت دهوني، لكن ده ايه؟ مومنت رياكشن. طيب تعال نجيب العزوم. هل هجيب العزوم بار كروس الاف ولا بالمحددات؟ لو مش زنقت ومش عارف تشتغل اشتغل المحددات. طيب فين نقطه الاصل بتاعت المساله دي؟ الايه؟ يبقى اروح اجيب المومنت عند الايه واساويه بالصفر. قول لي لو سمحت، لو سمحت اسمع معايا بقى، لو هحسب العزوم عند الايه، مين من الكلام ده يعمل عزم ومين ما يعملش؟ كل ده يعمل عزم الا القوه اللي بتمر في الايه. مين القوه اللي بتمر في الايه؟ يبقى كل دول يعملوا عزوم الا دي ملهاش عزم. ليه؟ بتمر في النقطه. طيب يبقى عندي سعادتك ار 1 كروس تي سي زائد ار 2 كروس تي دي زائد ار 3 كروس اف 1 زائد ار 4 كروس اف 2، اوعى تنسى بقى زائد مين سعادتك؟ الام اي. مش ده معايا في الحسابات؟ طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده مع بعض. يبقى تقول لي المومنت اسمع عند الاي بي يساوي، اسمع معايا بقى، المومنت رياكشن ده، المومنت رياكشن ده عباره عن ام ام اي اكس 0 وام اي واي، وابدا اعمل 4 محددات. المحدد الاولاني اهو اي جي كي،
R1 cross TTC. ال R بيخرج من نقطة حساب العزم ويروح للشد. هيخرج من نقطة حساب العزم اللي هي A ويروح للشد ده. فهخرج من ال A أروح لل B أو ال C. أفضل لك أنت من عرسنا أمشي من ال A لل B ولا من ال A لل C؟ من ال A لل B أسهل صح؟ من ال A لل B همشي إزاي؟ من ال ستة في ال Y وارجع أمشي كام دي؟ اثنين في الاكس يبقى اثنين ستة زيرو اثنين ستة زيرو. خليك معايا لو سمحت للاخر. هضربها في التنشن اوف سي الشد بتاع السي. اخرج التي دي على خمسة بره سوري السي ويتبقى لحضرتك جوه زيرو سالب تلاتة موجة بعضها. ده اول براكت. اللي بعده زائد اي جي كي الار اثنين راس التي دي. الار متجه موضع بيخرج من نقطة حساب العزم ويروح للشد بتاع الدي. فهخرج من عند الاي واروح للشد ده. فاما ان انا هخرج من الاي للبي او من الاي للدي. اسهل لي اللي هي نفس الايه المتجه اللي فات من الاي للدي اللي هو 2 6 0. هضربه في التي دي. التي دي لما اخرجها بره يبقى التي دي على 5 ويبقى لي جوه كام 0 3 4. بص بقى اللي جاي بعد كده زائد العزمين اللي جايين اعمل لهم محددات. لا ده انا ممكن ما اعملش محددات. امال اعمل ايه بقى؟ تعالى معايا كده. او اي زائد اسمع بقى اف 1 ركز لو سمحت. اف 1 هي الاف 1 دي مش بتوازي الزد صح؟ يبقى عزمها حوالين زد بكام؟ يبقى اولا زيرو في الزد. ليه حطيت زيرو في الزد؟ لانها بتوازي محور الزد. طيب هي الاف 1 دي مش تعمل عزم حوالين اكس؟ اه. طب هي بينها وبين الاكس كام مسافه؟ 6. يبقى هضرب 800 في كام؟ بدون اشاره بدون اشاره. اقولها تاني هضرب ال 800 في الستة بدون اشاره وارجع اقول ايه بقى؟ اسمع بقى ارجع اقول ايه؟ هضرب الستة في 800. هي ال 800 دي لما تلف وتروح للاكس هتلف ازاي؟ مع يبقى السالب اللي حطها دي بتاعت الايه؟ الدوران مش بتاعت القوه. اقول تاني ربنا يستر. اقول تاني القوه اف 1 دي سالب 800 تي. اما اجي احسب المومنت باخدها ابسولوت فاليو باخد الرقم فقط 800 واضربه في المسافه 6 يبقى قايل 800 في 6 800 في 6 ده العزم. طب الدوران بتاعه بيلف ازاي؟ مع عقارب الساعه يبقى حط اشاره سالبه. يبقى الاشاره السالبه دي بالله عليك ما تنساها. الاشاره السالبه دي بتاعت ايه؟ بتاعه الدوران مش بتاعه القوه. ما حدش يقول لي 800 بالسالب ده يا فندم. انا خدت قيمه القوه في المسافه ورحت شفت القوه اللي بتاثر لتحت دي بتلف ازاي؟ مع عقارب الساعه. واضحه؟ طب هي نفس القوه دي تعمل عزم حوالين واي مش نفس ال 800 دي تعمل عزم حوالين واي؟ اه. كام بينها وبين الواي مسافه؟ 2. طب الدوران عكس يبقى 800 في 2 موجب 800 كما كده ايه 800 في 2 ده العزم اللي كان هيطلع من المحدد جبته بشكل مباشر. طيب هو نفس الكلام ده اقدر اكرره لاف 2 للاف 2. بص معايا بقى وصلنا دي خلاص فهمت دي جت ازاي؟ تعالى نشوف اف 2 بقى لو سمحت. خليك معايا مش اف 2 دي بتوازي الواي وبتقطع الزد. بص كده اف 2 دي اهي منطبق على الواي حاله من حالات التوازي يبقى بتوازي الواي ما تعملش عزم وفي نفس الوقت بتقطع مين؟ زد. يبقى عزم الواي والزد بكام؟ يبقى دي ما تعملش عزم لا في واي ولا في زد. امال تعمل عزم حوالين مين؟ اكس. قول لي بقى القوه بتقطع الاكس وبتقطع كمان مين؟ الاكس. يبقى تعمل عزم حوالين اكس واي او زد يبقى زد. حد يعرف ليه على طول ما بتعملش عزم اصلا؟ اه لانها بتمر بالنقطه دي. اخيرا اسمع بقى هجمع اسمع هجمع كل الكلام ده في صورة سميشن لما x بتساوي صفر وانا بجمع الجسوم حوالين الاكس. اسمعني لو سمحت معايا مين اوعى تنسى ده ام اكس ده ما تشيل ما تشيلش يبقى معايا ام اكس بعد كده هل بصف وعمود الار 24 ناقص 0 يبقى زائد 24 على 5 تي سي. بتيجوا في المهم وبتضيعوه ركز. هل بصف وعمود الار 24 زيرو يبقى زائد 24 على 5 تي دي. وما تنساش ان هاخد كمان سالب 800 في 6 بيساوي صفر. المعادله اللي قدام ساعدتك فيها اكتر من مجهود. سيبها وروح للمومنت حوالين واي بزيرو. جمع الرسوم حوالين واي الابلايد مومنت فيه عزم سوري اسمع بس مفيش عزم يبقى زيرو. هل صف اسمع صف وعمود الجي 8 زيرو يبقى 8 على 5 في التي سي. صف وعمود الجي 2 في 4 ناقص 0 يبقى كمان 8 على 5 في التي دي. وهنا في عزم في الواي اه يبقى زائد
800 في 2 وهنا مفيش عزم اصلا يبقى دي المعادله رقم 2 علاقه فيها الشدين وقبليها كان عندي علاقه ثانيه برضه فيها الشدين مش هقدر احلهم مع بعض جبت التنشن بتاع السي والتنشن بتاع الدي لو جبت الشدين دول تعرف تجيب العزم ده الليزر دي بكام طيب اخيرا لازم اكمل لان في كمان ايه مجهول هجيب العزوم حوالين زد وانا بجمع المومنت حوالين زد يبقى معايا دي كده ام اي زد هلغي صف وعمود الكي سالب 6 ناقص 0 يبقى سالب 6 على 5 تي سي صف وعمود الكي زائد 6 على 5 تي تي وهنا الزد بكام ب 0 الشدين طلعناهم طلعت الشدين هقدر اطلع مين ام اي زد طلعت الشدين هقدر اطلع ام اي اكس يبقى هنا ظهر رد فعل للعزوم وحسبته لكن في مسائل تانية هيبقى في رد فعل للعزوم وهعمل ايه هكنسله زي المثال اللي بعده على طول بعد المثال اللي بعده او اللي قبله يعني اي حاجه فيهم اللي بعده او اللي قبله عايز يحسب قيمة التنشن تي الأفقي عايز أعرف قيمة الشد ده بكام وعايز كمان أجيب مركبات إكس وواي وزد اللي بتأثر عند مين بقى ركز اللي بتأثر عند الجورنال بيرنج سي الجورنال بيرنج بتدي كام رد فعل؟ 4 بتدي 4 قوتين وعزمين وراح قال لك كمان ثراست بيرنج بتأثر عند الدي الفراست دي او الجورنال بتدي 4 دي هتدي كام 5 اسمع 4 و5 يعني كام رد فعل 9 بلس التنشن بقى 10 10 مجاهيل تعرف حل يبقى من قبل ما ابدا حل هلغي الايه العزوم مع ان المساله اللي فاتت ما لغتش العزوم لان كانوا 6 مش كده يبقى خلي بالك المساله دي تفرق عن اللي قبلها واللي قبلها تفرق عن اللي قبلها خلي بالك وبالتالي اولا هبدا احط ردود الافعال عند كل سبورت الجورنال بيرنج بتدي 4 قوتين عزمين هلغي العزوم لان عدد المجاهيل زادوا عن الزمان طيب الشافت دي اسمع الماسوره دي مين المحور اللي ماشي جواها اكس يبقى تدي 4 رياكشنز ما فيهمش اكس مش كده طيب الرياكشنز دول الاربعه هلغي العزوم بتاعتهم فيبقى لي ايه بقى يبقى لي رياكشنز عند السي بار عند 0 وسي واي وسي زد اسمع بقى مفيش حاجه في الاكس لو حطها على رسمه هيبقى عندي رد فعل كده في الواي اسمه سي واي ورد فعل في الزد هو السي زد وزي ما اتفقنا بحطهم في الاتجاهات الموجبه للمحاور يعني السي واي مع موجب الواي والسي زد مع موجب الزد عشان يبقى الكلام ده صح عشان الكلام ده يبقى صح يكونوا مكتوبين باشارات موجبه طيب ما هو لو رحت عند الدي بتدي كام 5 3 قوة وعزمين والعزمين هما امشيهم وكنسلهم فيديني كام قوة فيديني كام رياكشن عند الدي يديني 3 رياكشنز دي اكس دي واي DZ DY and DZ وبالتالي لو هوقعهم على الرسمة هيبقى عندك رد فعل هنا كده DY ورد فعل كده DZ ورد فعل كده اللي هو DX وزي برضو ما اتفقنا في الاتجاهات المجابة للمحاور يبقى كلام ده مظبوط بلس ايه بقى ساعتك في المسألة غير الرياكشنز تنشن وثلاث قوى اسمع ده جاي الشرط قال لك هورزونتال تنشن والتنشن ده بيوازي محور مين الواي يعني 0 تي 0 طيب غير الشد ده عندي قوتين 80 65 دول بيوازوا مين عكس الزد يبقى الاف 1 دي هي 0 0 سالب 80 اللي جنبها دي على طول هتبقى 0 0 سالب كام 65 يبقى لحضرتك اف 3 مين الاف 3 دي بقى قوه الايه الشد اللي في الطرف الثاني من الحبل ده اللي هي كام 50 عند الري عند ساعتك في الرسمه
مديك الحبل مايل بزاويه 45 مش كده؟ اه مايل بزاويه 45 تعميم مع خط بيوازي مين؟ الواي. يبقى اذا الحبل ده ال 50 دي هتتحل مره في اتجاه الواي ومره في اتجاه مين؟ الزد. معايا كده؟ اسمع اسمع اسمع. طيب معنى كده ان انا لو بصيت من السايد فيو، اسمع عشان الحته دي فيها لخبطه. لو انا بصيت من السايد فيو كده اسمع بقى، ادي الحبل اهو وادي القوة ب 50 نيوتن. مش اللي جاي دي اخر مادة؟ طب ايه بقى في ايه؟ مش اتعلقت في الفيزياء؟ طيب اسمع، احنا عليك المجانين مختلفة يعني هتحس احساس مختلف. بص يا اسمع، انا بصيت من السايد فيو ده، بص اسمع، لو بصيت هنا كده اسمع اسمع اسمع، او الفرونت فيو لو انت واقف كده اعتبر ده الايفيجن بتاعك. اسمع هبص اشوف ايه بقى، هشوف الدايره دي، اسمع هشوف الدايره دي وفي السنتر بتاعها بالظبط بيمر محور مين؟ الاكس. يبقى في السنتر هنا بالظبط كده اهو النقطه دي بتمثل مين؟ الاكس. وانت ايه اللي من 50 نيوتن دي بتعمل زاويه كده اهي 45 درجه مع خط اهو، مع الخط اللي بيوازي مين؟ الواي. يبقى لما احب احلل ال 50 دي هتتحلل ازاي؟ هتتحلل مره كده ها 50 ها كوساين اللي هي واحد على جنب هتساوي 2، حد عنده قدرات؟ وهتتحلل كده هتبقى 50 ساين 45 اللي هي برضو على جذر 2. حد عنده قدرات؟ دي في اتجاه واي ودي في اتجاه مين؟ زد. يبقى لو احولها متجه هتبقى 0 50 على جذر 2 50 على جذر 2 والاثنين اشارات متجهه. لحد هنا في مشكله؟ كم مجهول كده عد؟ عد كده كم مجهول؟ 2 5 والتنشن 6. ده بعد ما لغيت اشتغل بقى. تعال نطبق شروط. الشرط الاولاني سيجما اف اكس بتساوي 0. جمع 0 دي اكس يبقى دي اكس 0 0 0 0 يعني دي اكس ب 0، سيجما اف واي ب 0 جمع الواي، سي واي سي واي بلس دي واي بلس تنشن اللي هو تي 0 مش كده 0 زائد 50 على جذر 2. ما عدا فيها اكتر من مجهول روح للاف زد جمع الزد سي زد بلس دي زد مش كده 0 سالب 80 سالب 65 موجب 50 على، يعني ممكن اقول كده ممكن اقول ودي كل ده عكس الاشاره، يعني 80 زائد 65 ناقص 50 على جذر 2. حد اللي عنده اعتراف اللي عملناه؟ برضه المعادله الاخيره فيها اكتر من مجهول فاضطر اسيبها واروح لايه بقى؟ بالعزوم. السؤال هنا، السؤال هنا في حاجه من دول اتضربت في الايكاب؟ يعني كله بيوازن بحاجه. يبقى ارجع للاول المساله خالص ان القوه كلها بتوازي بحاجه، فاقدر اجيب العزم بشكل ايه؟ مباشر. ركز بقى، فاروح اجيب العزوم حوالين نقطه الاصل اعتبر انها ام اكس ام واي ام زد، توازي انطباق تقاطع مفيش عزم. اسمعني من فضلك، عينك على الاكس اكسس، اسمع من فضلك، ادي محور الاكس اهو، مين يعمل عزم ومين ما يعملش؟ ردين الفعل دول بيقطعوا الاكس والثلاثه دول بيقطعوا الاكس، يبقى ولا رد فعل يعمل عزم مش كده؟ امال العزم يجي من فين؟ يجي من ال 80 في المسافه 65 في المسافه. طب مين يقول لي؟ اسمع القوه 80 دي اهو ادي الدايره اهي ونازل منها كده 80 وادي محور اكس بيمر في السنتر هنا بالظبط، في السنتر هنا بالظبط. مين يقول لي القوه دي بينها وبين السنتر ده اللي هو محور اكس مسافه قد ايه؟ الراديوس مش كده ولا ايه؟ يبقى المسافه العموديه هو نص القطر الحته دي اللي هو بيديها لي كام؟ 80 مش كده؟ طيب يبقى هضرب ال 80 في 8 من 10 80 ملم مش كده؟ 8 من 1000 ولا 8 من كام؟ من 100 8 من 100 80 على 1000. اسمع بقى اللي جاي، طب الدوران ال 80 دي بتلف ازاي؟ مع قارب الساعه، يبقى تقول لي سالب سالب 80 في 8 من 100. خلي بالك هشتغل بالمتر. اسمع بقى يرد عليها مين؟ اسمع يرد عليها 65 يا بيه. اسمع طب هي ال 65 دي اهي برضه في اتجاه المماس 65 وبينها وبين الاكس برضه قد ايه مسافه؟ نص القطر، بس المره دي القوه دي هتلف مع ولا عكس؟ يبقى زائد زائد 65 65 في نفس المسافه 8 من 100. دول البكره الاولانيه خلصت منها. اسمع بقى اللي بعدها، البكره اللي بعدها الشد ده يعمل عزم حوالين الاكس، يعمل عزم حوالين الاكس طيب ده هوريزونتال ده افقي، بينه وبين الاكس كام مسافه؟ كام دي؟ نص القطر برضه اللي هو 150 ملم مش كده؟ طب والتنشن ده بيلف ازاي؟ يبقى زائد يبقى زائد التي في ال 150 ملم على 1000 يعني 5 15 من 100 والدوران عكس عقارب الساعه. نيجي للحته الاهم اللي عامل لكم مشكله. اسمع الشد ده بقى ال 50 دي 50 دي
عايز اجيب عزمها حوالين محور الاكس. عندي حل الاثنين، يا اجيب عزمها قبل ما تتحلل، يا اجيب عزمها بعد ما تحللت. مش ساعتك حللتها؟ لو انا هجيب عزمها بعد التحليل، عايز اجيب عزمها حوالين المحور ده، فتقول لي هضرب كل قوه ده العمودي. فالقوه دي، القوه دي مين بعدها العمودي؟ الخط ده، لا اسمع الصوره ده. طيب طب والقوه دي فين بعدها العمودي؟ الحته دي. طب والخط المائل ده بيمثل مين؟ اه نص القطب اللي هو 15 مليون. اسمع بقى، اسمع لو سمحت، مش دي 45 درجه؟ صح. يبقى الجودي كام؟ 45 درجه. والضلع ده 150 ملم، يبقى ده 150 ملم على جذر 2 اللي هو ساين وكوساين، وده 150 ملم على جذر 2. واضرب كل قوه في بعدها العمودي، كل قوه في بعدها العمودي. ده لو استخدمت التحليل. لا يا فندم، القوتين دول اصلهم كانوا كام؟ 50. وال 50 دي ايه علاقتها بالدايره؟ في اتجاه المماس. طب وايه علاقه المماس ونص القطر؟ بس يبقى هعتبر ان دي القوه وده البعد العمودي. وارد بقى اللي انت حللته ده مش عايزه، اما امشيش في السكه الصعبه امشي في السكه السهله. بس عندي طريقتين صح في نفس النبي، ياخد التحليل واضرب كل مركبه في بعدها العمودي، وبالتالي هقفل المثلث ده واطلع اطواله. اجيب الاطوال منين؟ ده بيمثل نص القطر، والزاويه دي كملت دي بال 90 بقى دي 45، وحلل ال 150 دي كوساين وساين، جبت الاطوال، هضرب كل خطوه ده العمودي. او بسكه صعبه اعمل ايه؟ هرجع الاثنين دول لاصلهم. الاثنين دول اصلهم كام؟ 50. ال 50 دي مش في اتجاه المماس؟ مين العمودي على المماس؟ نص القطر. يبقى هضرب ال 50 على طول في كام؟ في ال 15 من 100. طب قول لي ال 50 دي هتلف ازاي؟ مع يبقى سالب 50 في 15 من 100. دي اللي عامله لكم مشكله انا عارف هي المعادله دي. اخيرا من المعادله دي هقدر اطلع قيمه مين؟ قيمه الشد. تعالى بقى اسمع هكمل ازاي؟ هرجع بقى المساله لاصلها. اسمع خلاص، مش هي اصلا اتحللت، هرجع للتحليل مره ثانيه، بس جيت في النقطه دي عشان اختار السكه السهله، رجعت القوه لاصلها عشان اضرب القوه وبعدها العمودي. هرجع بقى اجيب العزوم حوالين واي. تعالى نجيب المومنت حوالين واي بزيرو. عينك على محور الواي، ادي الواي اهو. اسمع من فضلك، ادي الواي اهو. مين يعمل عزم ومين ما يعملش؟ دي زد، دي واي، دي اكس بيقطع ملوش عزم. الشد بيوازي. طيب مش دي ليها مركبتين؟ مركبه كده بتوازي ومركبه كده صح؟ دي خلاص ما تعملش عزم، لكن دي تعمل اللي هي 50 على جذر 2، 50 على جذر 2. طيب مين يقول لي بينها وبين الواي كام مسافه؟ متخيل كام بينها وبين الواي مسافه؟ 200. يبقى ال 50 جذر 2 دي لما تلف وتروح للواي بالسالب، يبقى سالب 50 على جذر 2 سالب 50 على جذر 2 في المسافه 2/10. خلصت من دول؟ روح للبكره دي، اسمع معايا. ال 80 دي بينها وبين الواي كام مسافه؟ 80 دي بينها وبين الواي كام مسافه؟ 450. طب ال 80 هتلف ازاي؟ عكس. طب مش هي ال 65 معاها بنفس الكلام؟ يبقى اقدر اعمل ايه بقى؟ اقدر اقول كده في العزوم، اقدر اقول زائد 80 وال 65 الاثنين هيضربوا في نفس المسافه. فايه؟ كاني خدتهم ايه؟ خدت المسافه كمان فاكتور. كام المسافه بقى؟ 4.45 اللي هي 45 مللي متر. والدوران عكس عقارب الساعه. اخيرا السي واي بتوازي الواي، لكن السي زد تعمل كام بينها وبين الواي كام مسافه؟ عد كده 750. طب الدوران مع يبقى سالب سي واي في 750 ملم بيساوي صفر. المعادله دي مين مجهول فيها؟ سي واي. اقدر اجيب السي واي. بالمناسبه لو السي واي معايا ومعايا الشد اقدر اطلع دي واي. اخيرا اقدر اجيب العزوم حوالين اسمعني بس، تعالى نجيب العزوم حوالين محور الزد. استنى الاخر استنى وخلاص خالص. اسمع اجيب العزوم حوالين زد، الثلاثه دول بيقطعوا الزد. انا قلت سي زد، قلت زد. بص يا سيدي، هات عزمك حوالين محور الزد، الثلاثه دول بيقطعوا الزد. طيب نيجي بقى هنا، اسمع ال 50 دي ليها مركبتين، دي بتوازي لكن دي تعمل. طيب المركبه دي بينها وبين الزد كام مسافه؟ 200. يبقى هضرب 50 على جذر 2 في ال 200. طب والدوران عكس عقارب الساعه، يبقى السي يبقى 50 على جذر 2 في 2/10، والدوران بيتشعر بجد. روح للي بعده. خلصت من الحبل ده اللي فوق؟ الشد. الشد ده يا جماعه يعمل عزم حوالين زد؟ اه. كام بينهم مسافه؟ برضه 200. طب والدوران عكس، يبقى زائد الشد في 2/10. روح للي بعده. الاثنين دول يعملوا عزم حوالين زد؟ اه ولا لا؟
ليه لأ؟ بيوازي. مش الشدين دول بيوازوا زد؟ أخيرا سي واي وسي زد. سي زد بتوازي، لكن السي واي كم مسافتها؟ 75 اللي هي 75 من مية، والدوران بتاعها موجب، يبقى زائد سي واي في 75 من مية. المعادلة دي هطلع السي واي، لأن الشد عندي السي واي لو معايا أقدر أطلع، بس كده انت اقدر اطلع بقى المجهول. في حد عنده اسئله في الجزء اللي فات ده؟ بكره هنشرح الدراسز وهنشرح الرينج الساعه 9 عشان نخلص قبل الصلاه. هات القلم. مش ده يا حبيبي، مش هنزل. لا ما ده لا ده.